بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيس، أصحاب السعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية حبيت أتوجه بالشكر للنواب اللي تقدموا المناقشة العامة، لأنها هذه فرصة لإطلاع المواطنين عن الإجراءات اللي قامت فيها وزارة الصناعة والتجارة خلال الفترة الماضية في هذا الموضوع المهم اللي يهمنا كلنا. وأيضا هي فرصة جيدة يعني نستمع لآرائكم وأفكاركم، واللي أكيد راح تساعدنا في عملنا وتحقيق التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. لا يخفى عليكم أن ما يجري من ارتفاع أسعار في ارتفاع السلع أسعار في كل دول العالم لها عدة أسباب، وأكبرها تحديات سلاسل الامداد العالمية والتضخم في كل العالم، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وحول هاي الموضوع وزارة الصناعة والتجارة قامت بتكثيف الحملات الترقيبية على الأسواق بشكل مستمر بغرض التأكد من تواجد كافة السلع الأساسية اللي تعني المواطن بالدرجة الأولى، والمتابعة ولمتابعة أسعارها بما يلبي حاجاته. وكما قامت الأجهزة الرقابية المختصة بوزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الزيارات الميدانية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، حيث تم إجراء 11,875 زيارة تفتيشية شاملة في شهر يناير. 800 زيارة عامة تفتيشية شاملة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والغلق الإداري لعدة مخالفات عامة على 27 محل، ولا زالت الوزارة مستمرة في الرقابة والتفتيش واتخاذ الإجراءات الفورية الحازمة والرادعة ضد أي مخالفات يتم رصدها. ونأكد من جديد لمجلسكم الموقر بأن جميع ملاحظاتكم ومرئياتكم سيتم دراستها ونأخذها بالاعتبار إن شاء الله لصالح العام والخروج بأفضل نتائج لصالح المواطنين. شكرا معالي الرئيس.